رجعنا إلى هذا المحور المهم وهو وظيفة المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن وظيفة المسجد أولا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله يدفعنا إلى مشاعر الحب والرحمة، ويدفعنا الإيمان باليوم الآخر إلى انضباط السلوك. ثم يقول: وأقام الصلاة. الذي يتردد ويعمر المسجد هو من يقيم الصلاة. الصلاة عبادة قاصرة، هي عبادة بينك وبين ربك، فهي من العبادات القاصرة، لكنها في غاية الأهمية، لأنها تجعل الإنسان على صلة مع ربه. وصلاة المسلمين عجيبة ليس مثلها في العالمين صلاة، لأنها مفروضة على كل أحد، على الشاب والشيخ والرجل والمرأة والكبير والصغير وهكذا، ومفروضة 5 مرات في اليوم. ولذلك قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن فالذي يحافظ على صلاته دخل في دائرة الخاشعين. يوصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه خاشع. هو لابد أن يعتقد في نفسه أنه خاشع، لأن الله وصفه بذلك. إذن إقامة الصلاة مسألة قاصرة بيني وبين الله، ولكن الله يحب الفائدة المتعدية للآخرين. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فقال: وآت الزكاة. فإقامة الصلاة التي هي ناتجة من الإيمان بالله واليوم الآخر، وإن كانت في غاية الأهمية وفي ذروة السنام وهي عمود الدين وهي أساس الدين، إلا أنه لابد عليه من إيتاء الزكاة، وأن لا يبخل بحق الله سبحانه وتعالى الذي يصل إلى الفقراء مما رزقه الله سبحانه. وقال: وآت الزكاة. وهنا إذا آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وفعل هذا الفعل اللازم والمتعدي ولم يخش إلا الله، لا يخشى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن فنحن نتكلم على محور وظيفة المسجد. وظيفة المسجد عبادة، وظيفة المسجد عطاء، وظيفة المسجد له دور اجتماعي، وظيفة المسجد ممكن لما كان في عهد رسول الله كان مكانا للعلم، وقال: إنما بعثت معلما، فكان يجلس مع صحابته يعلمهم. ولذلك نرى مسجدا كبيرا مثل مسجد السلطان حسن فيه مدارس 4 مدارس، لأن المدرسة هنا يعني متصلة بالعلم، والعلم متصل بالبرنامج اليومي الذي مركب فيه الصلاة، فالصلاة لابد أن تكون مع العلم. فأنشئت المساجد وأنشئ بداخلها المدارس. كذلك الأزهر، كنت ترى هذا الأزهر الجامع نفسه متصلا بالعلم، يتعلمون ويعبدون الله سبحانه وتعالى. محور في غاية الأهمية، ذلك المحور الذي يتكلم عن وظيفة المسجد، وأن هذا المسجد هو مكان للعبادة، مكان للعلم، مكان للتكافل الاجتماعي، تنطلق منه المصالحة بين الناس، تنطلق منه الخدمة الاجتماعية، له دور في حماية البيئة وفي تنظيم الأمر على مراد الله سبحانه وتعالى.